بركنا بكل الخير الرأي ديالي ماشي بركنا بكل الخير يعني قبل يجوا هنايا ويشوفوا بركنا كي دايرينو حيت ماشي بكل الخير غير هضره وصافي اخويا اللي كيقولوا هاد الهضره هادي يجيو عندنا هنا البركان يعاشرونا ويعيشوا في وسطنا ولا يطلعوا لافاك الوجده ويشوفوا الوالا لي بروميي نوت نتاع من تما دي يحكموا علينا اخويا هذا راي خاطئ 100% كاع بالعكس حنا بركنا مجهدين وفايتينهم باش ما يعني الحمد لله اي واحد بركان هنا تلقى بصنعتو موفر يعني كيما نقولوا ناحيه كيما نقولوا كازا ولا مراكش كاين ناس هنا يعني بعض الاحيان بحال كازا كاين ناس زينين مراكش ناس زينين مثلا عاوتاني الجهه نتاع المنطقه ديال فاس تعرف هذيك عاوتاني لا تخاف اخويا الصراحه تدخلها بركان تشوف اللي يجي كيعيش هنا مثلا يجي هنا هو تلقاه خدام كذا كل شهر حنا ولاد البلاد ديما كيما نقولوا بركنا بحال اللي كيقول لك معقدين ولا بالعكس حنا الحمد لله كل واحد يبغي يقول اللي بغى باسكو عندنا حريه التعبير وما نساوش بان الشخصيات كبيره ولا منا راه تحت المناصب عاليه اصلهم بركنا نافو وزير القجاء هشام القروج وعديد من الامثله والناس اللي يقولوا هذا الكلام ولا منا خصهم يصحوه ويعرفوا شنو راهم يقولوا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي